الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين الذين قبلنا دعوتهم بفخر لأنهم منا ونحن منهم. حقيقة فخور جدا بتواجدي ولإعطاء هذه الكلمة الطيبة في حضور عمالقة الكريمة ألا وهم أهل الصحافة السلطة الرابعة. نشكر رجال الخفاء، نشكر يعني أولاد بريكة كبرى يعني اللي ساهموا يعني يعني باش نقول بكل جهد. فالختان سنة إلهية وشريعة سماوية أمر الله عز وجل بها. ورانا دائما إن شاء الله كل من يريد أن يبذل جهدا أو خيرا لهذه البلاد. فشكرا سي عبد الحميد على المبادرة الطيبة، شكرا لكل من رافقه. نشكر جميع اللي ساهم معنا في هذه المبادرة في هذا الحفل البهيج. بمناسبة ليلة القدر المباركة والأواخر شهر رمضان العظيم، ارتأى اليوم المكتب الولائي لولاية باتنان اتحاد الصحفيين العلميين الجزائريين بتنظيم ختان جماعي لفائدة الأطفال المعوزين. يعني الحمد لله تم هذا الحفل بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين تحت قيادة السيد والأستاذ حميد معروف. سعداء الأمر نشكر الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين على المبادرة الجيدة بختان الأولاد، حيث قاموا بحفل بهيج لنا الحمد لله، وقاموا بتوزيع هدايا للأطفال والحمد لله. اليوم تم استقبال بالمؤسسة المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف مجموعة من الأطفال تحت رعاية اتحاد الصحفيين عمال والإعلاميين الجزائريين لولاية باتنا للمعوزين من أجل إجراء عملية ختان جماعي للأطفال المعوزين. والحمد لله قد استقبلنا وتم تحت رعاية الطب تحت رعاية الشبه الطبي والطبيين جراحين وهم على مستوى المؤسسة، وقد مرت العملية والحمد لله إلى غاية اليوم على أحسن ما يرام، علما أن هذه العملية الختان قد بدأنا بها المؤسسة الاستشفائية منذ أول رمضان، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم ختانهم أكثر من 500 عملية.